على مهلك على مهلك. تخفيش؟ لا ده انا كده انا اللي خايفه. لا مفيش، تمام. دي بنوتك؟ اه الوسطانيه يا ستي. الوسطانيه؟ يعني ده معناه ان في اصغر؟ ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ هنتخانق تاني؟ لا 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 لا، ربنا ما يجيب خناق. ده انتوا اللي انتوا عملتوه النهارده معايا ده بالدنيا وما فيها. والله يا دكتوره ان وقفتك جنبي ردت فيا الروح. انا لما دخلت على ادم النهارده ولقيته بيتالم كده وقفت عامله زي المشلوله. بقيت بقول لنفسي خلاص ده انا ابني هيروح مني. بعد الشر عليه. بقول لك ايه، انت مالك عامله كده ليه؟ ما ياما عيالنا حصل لهم والحمد لله عدت وبقوا زي الفل. يا ساتر، ده اللي يشوفك وانت بتتخانقي معانا ما يشوفكش وانت قلبك مرفرف على ابنك. انت مين فيهم؟ انا ام ادم ويحيى، الاتنين اللي انا حبيتهم قبل ما عيني تشوف. انا وحيده ابويا الله يرحمه، رباني تربيه تقدري تقولي عليها كده كوكتيل، ولد على بنت. لما خلفت الولدين دول كان نفسي يعيشوا حياة طبيعية زيهم زي أي أطفال، بين أب وأم عاديين. بس ما حصلش نصيب. غلطتي بقى غلطة أبوهم مش ده المهم. المهم إن هو شال إيده من كل حاجة، حتى تربيتهم، إلا يعني شوية مصاريف كده بسيطة. نمت وقمت لقيت نفسي أنا وهم بس. بقوا هم كل حاجة في الحياة، أو تقدري تقولي إن هم بقوا الحياة نفسها. عشت تفاصيلهم كلها من أول ما كانوا عيال صغيرة كده ويجروا على الحمام وبعد شوية يندهوا بصوتهم المسارسع ده: ماما خلصت خلاص. لحد ما بقوا الرجلين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دلوقتي. وفجأة فقت على الورطة. أصل الأمومة دي جزء منها ورطة. آه والله. طب أنا بربي العيال دي لوحدي، مش هينفع يعني يطلعوا بيعملوا تريكو حلو ولا بيعملوا كيكة بالبرتقال تطلع عسل من ايديهم؟ دول رجالة. هنا بقى نفعت تربية أبويا، فبقيت الراجل والست، الراجل اللي بيشيل المسؤولية وبيربي وبيعلم وقلبه جامد، والست اللي بتطبطب وتدلع وتعمل كمادات وتبوس الواوا. فطلع الميكس اللي انتوا شايفينه بقى قدامكم ده، اللي انتوا شفتوها يوم ما جيتوا تأجروا، واللي انتوا شفتوها النهارده لما آدم تعب، اللي ممكن تموت لو حد من عيالها قال أي. بس سيبكوا انتوا، بعد اللي انتوا عملتوه معايا النهارده من هنا ورايح مش هتشوفوا غير اللي بتبوس الواوا. ده انا هدلعكوا دلع. ده طلع كل الكلام اللي ماما قالته عنك غلط. صدقي صح فعلا. انا ما قلتش حاجه. قلت؟ لا مش قلتي ارمله هم 44؟ انا قلت هم 44 دي. طب ارمله يا ستي وتعدي، تقدروا تعتبروني أرمل. بس هم 44 دي، يبقى هاتوا الرز بلبن اللي انا بعتهولكم. يا بنتي تاخدي نور عينينا يا اختي. ربنا يخليكم، انتوا بجد ونعمة جيران.